النهاردة هنتكلم عن الفصام. والفصام هو اضطراب عقلي بيخلي الشخص عنده هلاوس أو ضلالات أو خيالات، أفكاره نفسها بيبقى فيها مشكلة وسلوكه كمان، وده بيسبب له مشاكل في وظائفه وفي قدرته على الحياة والتفاعل مع الناس والشغل وحاجات كتير جدا. في الفصام الشخص بيتعالج طول حياته، ولو ما تعالجش كويس ده بيسبب له مشاكل ممكن تأثر على حاجات كتير قوي. العلاج المبكر البدري بيساعد ان الاعراض ما تكبرش وما تتفاقمش وتفضل في اطار ممكن السيطرة عليه. في الفصام بيبقى فيه مشاكل في التفكير، مشاكل في السلوك، ممكن نشوف اوهام، ضلالات، خيالات، افكار غير منظمة، حديث غير منظم وحاجات بالشكل ده، هنكلمكم دلوقتي عنها بالتفصيل. بنشوف مثلا الضلالات، وهي عبارة عن معتقدات الشخص بيفكر فيها ملهاش اي علاقة بالواقع، دماغه هي اللي بتخترعها، زي مثلا ان شخص معين بيحبه بينما مفيش دليل على ده، او ان شخص بيكرهه وهيأذيه، او ان هو مشهور، او ان هو جايله رسالة من السماء، بيجيله افكار كتير ملهاش علاقة بالواقع تماما. عندنا كمان الهلاوس، ودي حاجات بيشوفها او بيسمعها او بيشمها، ومن اشهر الهلاوس هلاوس الكلام، ان هو يتخيل ان في حد بيكلمه وبيقول له رسائل معينه او حاجات معينه يعملها، الفكره انه بيبقى مصدق الكلام ده 100%. من العلامات اللي بتساعد على الاستدلال على الفصام الحديث غير المنظم، ان الشخص يكون بيقول كلام غير مترابط ملوش علاقه ببعضه، وانه لما يتسال سؤال يجاوب إجابة ملهاش أي علاقة بموضوع السؤال. بنشوف كمان سلوك حركي غير متوقع غير منظم، ساعات بيكون فيه إيحاءات، ساعات بيكون طفولي جدا، ساعات بيكون غير متلائم مع الموقف، بيبقى السلوك الحركي اللي فيه مشكلة ده واضح قوي. ساعات الشخص بيتكلم بتون واحد من غير أي انفعالات، بيبقى عنده مشكلة في التواصل مع الناس، بيبقى عنده مشكلة في الشغل، وممكن يبان عليه إهمال في مظهره أو في نظافته الشخصية. لو الشخص ما تعالجش أو ما خدش الأدوية بتاعته، بنشوف مضاعفات ممكن تحصل زي الأفكار الانتحارية، بنشوف كمان اضطرابات القلق واضطرابات زي الوسواس القهري، ممكن نخش بقى في اكتئاب، ممكن ندخل في سلوكيات إدمانية ويبقى فيه إفراط في استخدام مواد معينة، بيبقى فيه عدم قدرة على الانتظام على أي شغل، عدم قدرة على أن احنا نعمل علاقات، بيبقى فيه مشاكل كتير مادية كمان. مفيش حاجة كحماية أو بروتكشن الناس تعملها عشان ما يجيلهاش فصام، لكن الاهتمام بالمروحة عند الدكتور، بأخدان الدواء، بالالتزام بالخطة العلاجية زي ما قلنا بيحسن جدا الأعراض، والشخص بيبتدي يعيش في المجتمع وينخرط تاني في المجتمع. بتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، اديتكم معلومات عن الفصام، وياريت تكتبولي في كومنتس المواضيع اللي انتوا حابين اتكلم فيها في الحلقات الجاية، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على تشانل راحت بالي.